يا اهلا بالفيلم ويا. النهارده هنتكلم عن فيلم اسمه Village of the Damned او قرية الملاعين. لكن قبل ما نبدأ، لو انت جديد معانا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل التنبيهات، وده علشان توصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. بيبدأ فيلمنا في قرية ساحلية صغيرة اسمها ميدويتش، وبيكون سكان القرية ساعتها بيجهزوا المهرجان القرية السنوي اللي الكل بيكون متحمس ليه، بما فيهم جيل مديرة المدرسة الابتدائية في القرية. وأول ما الساعة بتيجي 10 الصبح، كل سكان القرية والحيوانات بيدخلوا في غيبوبة فجأة، علشان نروح ساعتها لفرانك اللي متجوز جيل، واللي بيكون سايق عربيته في طريقه لميدويتش، وبيدخل هو كمان في غيبوبة، وده خلى العربية تنحرف عن طريقها وتعمل حادثة وتنفجر. ساعتها بيجي المسؤولين لمكان الحادث علشان يعرفوا ايه اللي حصل، والحسن الحظ بيكون ألان طبيب القرية قريب منها، وده لانه كان قلقان جدا على مراته باربرا واللي عايشة هناك في القرية دي، سوزان عالمة تبع الحكومة وبتحقق في الحادثة. وزي ما كل القرية فقدت الوعي فجأة، برضو بيفوقوا فجأة، ولكن الكلام ده بيحصل الساعة 4 العصر، وبتكون قوات الجيش ملت القرية علشان تعرف ايه اللي حصل. لكن بعد فترة بسيطة بيرجع كل شيء لطبيعته في القرية، كأن مفيش اي حاجة حصلت ابدا، وده لحد ما بيعدي 2 أسبوع. وهنا بيكتشف ستات القرية انهم حوامل، حتى اللي ما كانتش عارفة تخلف قبل كده حملت بعد الحادثة دي، وده تسبب في خوف وقلق بين سكان القرية، وبتقرر الحكومة انها تساعد كل حالات الحمل الغير متوقعة. وبتقول سوزان العالمة ان كل واحدة قررت تخلف الطفل وما تنزلوش، الحكومة هتتكلف بكل حاجة، وده لحد ما تولد، وكمان هتدي لكل واحدة مرتب شهري $3000. ده طبعا خلى كل الستات تقرر انهم يكملوا الحمل. وبمرور الوقت بتستمتع كل الستات بالأنشطة اللي بيعملوها والدايت اللي بيمشوا عليه، علشان يعدي 6 شهور، وبيجي ساعتها ميعاد الولادة، وبتكون كل المراكز الطبية في القرية مليانة، وبيولدوا ساعتها واحدة ورا التانية، وبيتولد الأطفال سلام، وطفلة واحدة بس اللي بتتولد ميتة، واللي بتكون بنت اسمها ميلاني، بتاخدها سوزان للمعمل السري بتاعها من غير ما حد يعرف. ومع مرور الوقت بيكبر الأطفال، وطبعا بيكونوا كلهم شبه بعض، مش بس في الشكل، ده كمان في الطباع والتصرفات. ده ديفيد ابن جيل مديرة المدرسة الابتدائية اللي قلنا لكم عليها في الاول. ديفيد ساعتها بيقدر ينطق اسمه في سن صغيرة جدا. وفي يوم كانت باربرا مرات الدكتور آلين طبيب القرية بتطبخ الاكل لبنتها مارا، لكن الاكل ساعتها بيكون سخن جدا على مارا، فبترميه على الارض بغضب، وبعد دقيقة بيتحول لون عين الطفلة للون الاخضر، وبتسيطر على امها تماما، وبتخليها تحط ايديها في الشوربة المغلية، وبتروح المستشفى، وهناك بيسألها جوزها آلين عن اللي حصل. ساعتها ما بتكونش عارفة تشرح له اللي حصل ازاي، وبيجي لها اكتئاب بعد الحادثة، وفي اليوم التاني بترمي نفسها من على الحافة وبتنتحر. مش هي بس، لكن بتتوالى الاحداث الغريبة بين سكان القرية، واللي بيكونوا محتارين بين حبهم لاطفالهم وبين حقيقة انهم اطفال مش طبيعيين 100%. وبيوصل الاطفال لسن 7 سنين، ويبدأوا يتحركوا سوا 2 2 زي الكابلز، طبعا ما عدا ديفيد، وده لان شريكته بتكون الطفلة اللي اتولدت ميتة. بيكون واضح ان عندهم قدرة على قراءة افكار اللي قدامهم والتحكم فيه. وفي مرة كانت الدكتورة بتفحص عين مارا بنت باربرا، واللي خلتها تحرق ايديها في الشوربة المغلية، وبتخبطها كده بدون قصد في عينها، وهنا بتغضب مارا، وساعتها بتسيطر على عقل الدكتورة وبتخليها تجرى عينها وتعمل نفسها. بعد كده بنروح لجيل، واللي باعتبار انها مديرة مدرسة بتفكر ان الاطفال محتاجين لدروس خاصة، وبتسأل آلين لو كان يقدر يديهم دروس في السلوك والتعاطف مع الناس، لكن آلين ساعتها بيرفض يعمل حاجة زي كده. وبنروح لديفيد ابن جيل، واللي بيكون علاقته كويسة جدا مع والدته، وده لانها تعتبر بتعوض غياب شريكته اللي ماتت وهي بتتولد. بعد ايام بيروح ديفيد مقبرة شريكته اللي ماتت وهي بتتولد، وبيشوف والدة ميلان هناك وبيجري عليها، وبتكون والدتها لسه حزينة على بنتها، وبيقدر ديفيد ساعتها يكتشف انها بتخطط للانتحار. بعد كده بيجي آلين للمقابر علشان يزور قبر مراته، وبيقول لديفيد ان الطفلة اللي اتولدت ميتة ما اتدفنتش هنا، وساعتها بيعزيه ديفيد في وفاة مراته بشكل ما بيعملهوش اطفال. وبعد ما بينتهي اللقاء بينهم، بيقرر آلين انه يعلم الاطفال في المدرسة، وبنروح لآلين كان بيديهم الحصة في الفصل، وساعتها بتنادي عليه جيل فبيروح مكتبها، وبعد ما بيخرج بيفتح الاطفال كتبهم وبيذاكروا مع نفسهم، وفجأة بيدخل عليهم عامل نظافة سكران كده، وبيتهمهم بالجرائم اللي عملوها، وبيضرب طفل منهم بعصاية المكنسة، وهنا بيخاف الاطفال على نفسهم وبتتحول عيونهم للون الاخضر، وبيسيطر 8 منهم ما عدا ديفيد على اعلى عامل النظافة ده، وبيخلوه يطلع فوق السطح ويتحول لون عينيهم للون الاحمر، وهنا يرمي عامل النظافة نفسه من فوق المبنى، وبيجري آلين وجيل علشان يلحقوه، لكن الوقت بيكون فات والراجل مات بالفعل. وساعتها بيسيب الاطفال الفصل ويمشوا، وده بيأكد لجيل وآلين ان الاطفال دول
دول مش بشر. في اليوم التاني بيقرر ألين انه يقابل سوزان العالمة اللي كلمناكو عنها انها تبع الحكومة، وبيقول لها وجهة نظره عن ان الاطفال هم السبب في كل حوادث الموت واللي حصلت في الفترة الاخيرة. وبتقول له ساعتها سوزان بالفعل حصل اكتر من 30 حالة انتحار من ساعة ما الاطفال دول اتولدوا. الاسوأ ان سوزان بتقول ان الحالات دي مش بس هنا في القرية، لكن الموضوع ده حصل قبل كده في كام قرية شبه مهجورة وعدد سكانها قليل في اوروبا واسيا، واللي واجهوا نفس الظاهرة الغريبة دي، ان الناس بيغمى عليها فجأة وبعدين يفوقوا يلاقوا ان الستات كلهم حوامل، وساعتها بيتولد اطفال عندهم قوة خارقة، وان كمان المخابرات المركزية الامريكية كانت بتحقق في الحوادث دي من وقت طويل. بتكمل سوزان وتقول ان في احتمال واحد بس، وهو ان الاطفال دي نتيجة جينات وراثية من كائنات فضائية واللي بيحاولوا يسيطروا على العالم. بعد كده بتاخده سوزان للمعمل بتاعها السري وبتوريه تأكيد على كده، وبيظهر قدامه جثة الطفلة اللي ماتت وهي بتتولد وهي شبه الكائنات الفضائية، وبتفكروا ان الاطفال دول عندهم القدرة على قراءة الافكار وانه ياخد باله علشان ما يعرفش اللي حصل بينهم دلوقتي. وبيغضب آلين من سوزان انها خبت عليهم الحقيقة الوقت ده كله، وبتوضح له سوزان انها عملت كل ده علشان الاطفال ما يعرفوش اللي بتفكر فيه وتقدر هي تشتغل على نظريتها لحد ما تثبت صحتها. وساعتها بتترجى سوزان انه يساعدها تكمل المشروع علشان يقدروا يتجنبوا خطر الاطفال دول، لكنه بيسيبها ويركب عربيته ويمشي. بيرجع آلين ساعتها البيت وبيدخل على بنته الاوضه، فبتحذره مارا انه لو فكر يأذي الاطفال دول ده هيخلي الوضع يبقى اسوأ، وبتقول له ان محدش يقدر يوقفهم او يأذيهم دلوقتي، وكمان هتتنقل هي والاطفال التانية وهيعيشوا في مستعمرة مهجورة بره القرية. بيحاول آلين يتجنب مارا علشان ما تعرفش هو بيفكر في ايه زي ما سوزان قالت له، وساعتها بيرجع اوضته وهو زعلان. بعد كده بنروح للاطفال وهم بيوصلوا للمستعمرة واحد ورا التاني، وبيوصل ديفيد كمان وبيكون معاه والدته اللي بتنصحه ما ينضمش ليهم وان ديفيد مختلف عنهم، لكن ديفيد ساعتها بيقول لها انها ما سابتش ليه اختيار تاني وبينزل من العربية. تاني يوم بيروح والد واحدة من الاطفال دول للمستعمرة، وده علشان يسأل على بنته، بيشوفها وبيطلب منها ترجع معاه وبيكون مصر على كده. ساعتها الاطفال بيسيطروا عليه وبيخليه يركب العربية ويرجع مرة تانية، وهو راجع بيخبط في خزان بنزين والعربية بتنفجر بيه. بعد كده بنروح لسوزان وهي بتجري على آلين علشان تقوله الخطة اللي الحكومة قررت تنفذها مع الأطفال، وهي ان الجيش هيوصل قريب ويقتل كل الأطفال، وده بأي طريقة حتى لو اضطروا يدمروا المدينة كلها، علشان كده لازم سكان القرية يمشوا في أقرب وقت. وبالليل بيروح آلين للأطفال في المستعمرة المهجورة وبيتكلم معاهم وبيحاول يقنعهم يتخلوا عن طريقتهم العنيفة في التعامل، لكنه بيدرك ان مفيش امل في انقاذ حياتهم، وبيتخيل شكل المحيط فعاله علشان بنته ما تعرفش تقرأ افكاره. في اليوم التاني بتتكلم مارا مع ديفيد عن تعاطفه مع البشر وان ده مش مسموح بيه في المستعمرة بتاعتهم. في نفس الوقت بيكون اسيس القرية ماسك بندقية ومصوبها على راس مارا، لكن بيظهر باقي الأطفال من وراه وينتهي الامر بيه انه بيضرب نار على نفسه. الحادثة دي بتثير غضب كل سكان القرية، وساعتها بيتجمعوا علشان يطردوا الأطفال بالليل ومعاهم شعلات نار. بيقابلهم الأطفال في الطريق فبتطلع واحدة من السكان غضبها عليهم، وساعتها بتواجههم بجرائمهم وبيسيطر عليها الأطفال وبيخلوها تحرق نفسها بشعلة النار لحد ما بتموت. وفي نفس الوقت بنروح لسوزان اللي بتكون بتحضر نفسها علشان تسيب القرية، وده قبل ما الجيش يدمرها، وهي خارجة بتقابل مارا وديفيد وطفل كمان معاهم، فبتحاول تخبي عنهم أفكارها علشان ما يعرفوش بخطة الحكومة. وبيدخل التلات أطفال المعمل السري لسوزان وبيشوف ديفيد شريكته فبيعيط وبيكون زعلان على موتها جدا، وبتستخدم مارا قوتها مرة تانية وبتجبر سوزان تنام على ترابيزة التشريح، وكمان خلتها تقتل نفسها بالمشرط. في نفس الوقت بنروح لآلين اللي بيجهز صندوق ديناميت وبيحطه في عربيته علشان يتخلص من الأطفال، وكمان بتوصل الشرطة والجيش للقرية علشان ينفذوا خطتهم في التخلص من الأطفال دول. وبيروح آلين للمدرسة علشان يقابل جيل ويقول لها ازاي يوقفوا الأطفال، وبيكون آلين عايز ينفذ الخطة لوحده فبيحبسها ويقفل عليها الباب، وبتترجاه جيل ما يأذيش ديفيد وده لأنه مختلف عن الباقيين. بعد كده بتوصل عربية شرطة للمستعمرة اللي عايش فيها الأطفال، وساعتها بتسيطر مارا والأطفال التانيين على الضابط ده وبيخلوه يضرب نار على أي عربية شرطة تانية تيجي المكان، ويتحول الموضوع لمذبحة بين الضباط. وبيكون ديفيد في المستعمرة ما خرجش مع أصحابه وبيكون خايف جدا من اللي ممكن أصحابه يعملوه. في نفس الوقت اللي بتكسر
بيكسر فيه جيل ازاز الاوضة اللي محبوسة فيها علشان تروح تنقذ ديفيد، وساعتها بيوصل آلين للمستعمرة كعادته علشان الدرس بتاعه، وبتكون خطته في التخلص من الاطفال انه هيسيب الشنطة اللي فيها الديناميت في المستعمرة، لكنه بيحاول ينقذ ديفيد زي ما جيل طلبت منه، فبيقول لديفيد يخرج من الفصل ويروح يجيب كتب من العربية. لكن مارا بتلاحظ تصرفات الغريبة وتحاول هي والاطفال على طول يقروا افكاره، وبتوصل جيل في نفس اللحظة المكان وبتكون الاطفال عايزين يزوها، لكن ديفيد ساعتها بيتدخل ويضرب مارا ويوقعها على الارض. ومن ناحية تانية بيكون آلين بيفكر في سور من الطوب علشان يشوش على الاطفال دول وما يقدروش يعرفوا ان في قنبلة في المكان، وساعتها بيخلي جيل تاخد ديفيد وتبعد عن المكان بسرعة قبل ما القنبلة دي تنفجر. وفي النهاية بيقدر الاطفال يعرفوا آلين بيفكر في ايه، لكن ساعتها بيكون الوقت فات وبتنفجر القنبلة في المكان والكل بيموت وبما فيهم آلين. طبعا الفيلم الكامل محدش بيعيش فيه غير اتنين بس، هما ديفيد وجيل. ساعتها بتقول لابنها انهم يروحوا مكان جديد محدش يعرفهم فيه، وفي المشهد الاخير بيكون ديفيد قاعد جنب والدته في العربية وبيبص على الطريق. ولحد هنا بيخلص فيلمنا النهاردة. عايزك تقول لنا في الكومنتات لو جات لك الفرصة انك تقرأ افكار الناس هتعمل ايه؟ ها؟ وفي النهاية طبعا لو عجبك فيلمنا النهاردة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل التنبيهات. وده ليه؟ ده علشان عندنا لسه ملخصات نارية هتنزل. شوفكم الحلقة الجاي. سلام.